أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ماحٍ للخطيئات. في العرب ما كان فيه الشذوذ الجنسي في العصر النبوي، هذا حدث لما خالطوا الشعوب الأخرى فسرى إلى العرب من غيرهم، ما هذا ما بهم. فالشذوذ الجنسي منهم من اعتبره كالزنا يرجم أو يجلد، ومنهم من قال يرميان من شاهق جبل، يرميان ويقتل الفاعل والمفعول به. فالقصة لوط في هذه السورة قصة أخلاقية، قصة صالح قصة للحفاظ على العلم في العلماء، داود وسليمان مدرسة لبناء الدولة، قصة موسى لتحرير الشعب المستعبد من الظلمة والجائرين. فالقرآن العرب فهموه حق الفهم، وعرفوا أن قراءته للعمل والتطبيق، فقاموا يحاربون الرذائل في مجتمعهم حتى صار مجتمعهم أنظف وأقدس مجتمع أخلاقي. الحكمة لما توفي النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ارتد العرب، صارت ثورة، فاستطاع سيدنا أبو بكر 14 شهر أن يرجع العرب إلى الإسلام وإلى وحدتهم، وأعلن الحرب على كسرى وقيصر، وانتصر هو وعمر مع الفارق في العدد وفي السلاح وفي المال وفي الحضارة وفي التنظيم. فلو ما أوتوا الحكمة ما كان ممكن أن يكون لهم النصر على فقرهم وقلتهم وضعف سلاحهم وبعدهم عن مراكز إمدادهم. سورة واحدة إذا المسلم فقهها وهيأ قلبه لهضمها ولتتحول فيه، هذا القرآن ابني، هذا نقرأ على السبعة، هذا السبعة تقرأ للعمل، اقرأ على حفظ للعمل. إذا بتقرأ القراية الثانية إذا عمل أرقى تكون قراية ثانية، إذا في أرقى وأرقى، أما بس والضحى والضحى أي الألفاظ ابني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني،